بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثالث المتوسط، أهلا بكم، وتكملة لدرس المصادر الذي سبق وأن أخذنا فيه حصة واثنان. الدرس المصادر، درسنا في البداية المصادر الثلاثية وأتينا منها ببعض الأمثلة، وشرحنا أنها قياسية وسماعية، والمصدر هو حدث مجرد من الزمن، حدث مجرد من الزمن عكس الفعل. وأتينا بالمصادر الثلاثية ثم المصادر الرباعية، كما قلنا الثلاثية أبا إباء، الرباعية سد يسدد أو أبدع إبداع، وكما قلنا أن المصادر الرباعية قياسية. أما المصادر الثلاثية فتأتي قياسية، أي لها قاعدة معينة وأوزان معينة كما تحدثنا عنها، وتأتي سماعية كما تحدثنا. سماعية أي أنها ما سمع بها أو ما أتى بها في المعجم أو ما سمع بها من العرب، سجد سجود. والثلاثية أبا إباء هذا قياسي، سجد سجود هذا سماعي. اليوم سوف ننتقل إلى المصادر الخماسية والسداسية، أي الفعل مكون من 5 أحرف أو 6 أحرف. نرى بعض الأمثلة التي وردت في هذا الدرس. اتسعت الشبكة العنكبوتية ما عليها باعتمادها الصوت والصورة. الكلمة هنا اعتماد، لاحظ معي هذه الكلمة، كلمة اعتماد هنا، هذه هي الكلمة المصدر من فعل اعتمد. اعتمد اعتماد، أصبح المصدر هنا اعتماد. أحسنتم شباب. نقرأ المثال الثاني وهي استخراج. تستطيع استخراج ما تريد من الكرسي المدمج المضغوط بضغط الزر، هذا هو المصدر استخراج من الفعل. أحسنتم، استخراج من المصدر، وناتي جاءت من الفعل استخرج استخراج، استخرج استخراج. تصفح، لاحظ هنا، لاحظ في اعتمد اعتماد، لاحظ عدد أحرف الفعل 2 4 5، فعل خماسي. هنا استخرج استخراج 2 4، فعل ثلاثي. هنا تصفح، من الممكن عبر الشبكة العالمية تصفح الصحف. هل تصفح هنا فعل؟ تصفح هنا المصدر، جاءت من الفعل تصفح، تصفح. هنا الحرف مشدد أي مضاعف، فهنا الفعل أصبح فعل خماسي وليست رباعي. لاحظ هنا أن التضعيف يجعل الحرف 2. أحسنتم. ثم ننتقل إلى الأحرف، كما قلنا أن الفعل 6 أحرف، 5 أحرف اللي هو الخماسي، أو 6 أحرف اللي هو الثلاثي، 5 أو 6. هذا هو مصدر اليوم الذي نشرحه. ننتقل إلى هذه الخريطة التي تبين المصادر من الثلاثي. الفعل الثلاثي ونأتي بالمصدر منه، الفعل الرباعي، الفعل الخماسي والثلاثي. ما توضح هذا الشكل؟ يوضح شرح الدرس بأكمله. المصدر تعريفه قلنا هو اسم يدل، لاحظ معي وركز، اسم يدل على حدث مجرد من الزمن عكس ايش؟ احسنت يا بطل، عكس الفعل. فالفعل كما اتفقنا له زمن، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل امر، اي له زمن حدوث، وقت معين يحدث فيه. اوزانه قلنا الافعال، ناتي بالمصدر من الافعال الثلاثيه، كما قلنا ابا اباء، ابا اباء فعل ثلاثي، ام فعل رباعي ابدع ابداع، ابدع ابداع، ام خماسيه تصفح تصفح، استخرج استخراج. الثلاثيه هي تكون اما كما قلنا قياسيه ولها اوزان كما اتفقنا عليها عدة، أو سماعية أي ما سمع بها في المعجم وعند العرب، كما قلنا سجد سجود، وهنا الثلاثية كما اتفقنا أبا إباء، أو طبع طباعة، هكذا. ثم الأفعال الرباعية
كما اتفقنا انها قياسيه فقط، قياسيه فقط مثل وليست سمعيه، قياسيه فقط لها اوزان وقاعده تحكمها. القياس اي لها اوزان وقاعده تحكم الفعل، ياتي على وزن الفعل على اوزان معينه. وهنا الخماسيه نفس الكلام، ليست بسمعيه انما قياسيه مثل الرباعيه، الخماسيه والثلاثيه. هذا هو الشكل الذي يوضح شرح ما قد سبق شرحه في المصادر. هناك اوزان في القياس ياتي منها الفعل الثلاثي، وسماعي اي ما سمع في المعجم مثل سجد سجود، اما الرباعي فياتي قياس فقط، ام والخماسي والسداسي فياتي قياسي. نفرق بين القياس والسماعي، ان السماعي ياتي كما سمع من العرف في المعجم، او اما القياسي فله اوزان معينه ياتي منها او ناخذ منها المصدر من الفعل. والى هنا قد جئنا الى نهايه هذا الدرس، طبتم ودمتم في امن الله وامانه. لو يوجد اي استفسار متواجد معكم على منصه مجمع مدارس المستقبل الاهليه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.